ادي شريف لمسة قصيرة صغيرة تعمل المشاكل على الجنب الشمال واقف على كورته عايز يعدي يا ولد يا ولد يا هادي عدى واحدة والتانية وهي تترد والكل فاضي وبيقول له تعالي واقف على كورته سعيد يا ولد يا لعيب استلام دورات وهوبا استلام عايز يعدي لو عدت تعمل خطورة واقف على كورته واحدة والتانية لكن يا ولد يا ولد يا سعيد عاملين مشاكل وخارجين الملعب لغة يا ولد وهوبا وشريف مش فاضي عدى وعدى ادي استلام بدوران وتسريبه حلوه حلوه على الفريق جارد بيل شيت شيت جارد بيل هوبا حلوه حلوه بدات الاحداث شوط المباراه الثاني وتصويبه سريعه جدا جابها هادي يا ولد يا لعيب عدى واحده والثانيه كان ممكن النتيجة يبقى فيها كلام تاني وتصويبة لكن سعيد مرة تانية بيشيل سعيد عدى هوبا يا ترى هنقول فيها ايه لكن لسه بدي لمسة يد ملعوبة سريعة متألق بشكل كبير جدا يا ولد يا ولد يا لعيب لمسة حلوة حلوة وقلنا على المشاكل دي والأخطاء المتكررة عدى كريم وادي تصريبة حلوة المباراة لكن تعلق بالكرة دي وادي للبنك ايوه كده يلا ادي كريم عدى وعدى حلوة حلوة وحسام بس هوبا يا مجرى حلوة 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 استلام واحدة والثانية عدى ادهم وادي تصريبة لكن بيشيلها شال بالحس الكروي الناس اللي بتعمل تاكلينج وبتدخل جامد لكن مفيش تحمل للاذى سحب رجله في نص سطح وزياده عدديه ادي رامي مره ثانيه حسام لكن يا ولد يا ولد وادي تاكلينج لكن مش مظبوط يلا يا رامي وادي لمسه لكن يا ولد يا حسام لكن بس في تسرع وتصويبه كمان فيها تسرع